معلومات أكتر عن الجديد في هذه المبادرة الرائعة بصراحة من الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان. دكتور خالد، مساء الخير. مساء النور يا استاذ عمرو، تحياتي حبيبي. اهلا وسهلا. 88 الف عملية جراحية ضمن هذه المبادرة للقضاء على قوائم الانتظار. هل يعني التوزيع الجغرافي لهذه العمليات الجراحية بيشمل كل محافظات الجمهورية دكتور خالد؟ طبعا خليني اقول لحضرتك ان مبادرة سيد رئيس القضاء على قوائم الانتظار يعني بتمر بمراحل. احنا بدأنا المرحلة الاولى من المبادرة وانتهينا منها الحمد لله، كان هدفها القضاء على قوائم الانتظار اللي كانت متراكمة واللي بعضها يعني كان وصل لسنوات طويلة. الحقيقة الحمد لله نجحنا ان احنا نقضي على قوائم الانتظار في اقل من الوقت المحدد، والحقيقة بدأنا المرحلة الثانية تشغيل تجريبي من 1 يناير، وفي 1 فبراير بدأت بالفعل المرحلة الثانية ومستمرة. هدف المرحلة الثانية من قوائم الانتظار هي ضمان عدم تراكم قوائم جديدة. يعني أنا مش بس قضيت على القوائم القديمة، لا، أنا عايز أضمن إن ما تتراكمش قوائم جديدة تاني، وده الحقيقة كانت بتوجيهات رئاسية وتستمر بتوجيه السيد الرئيس لمدة 3 سنوات لحين تطبيق، أو يعني طبعًا يعني هتستمر الأول لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وتستمر فترة 3 سنوات لأن أنا هطبق المنظومة على كل الجمهورية. الحقيقه احنا كل فتره بنستحدث، من المفترض ان احنا نستحدث تخصصات جديده، فاحنا في هذه الفتره زي ما ذكرت السيده وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد ان احنا في تخصصين جديدين جاري استحداثهم، ان شاء الله خلال شهر يكونوا دخلوا المنظومه وبداوا العمل بها، وهم الاساطر المخيه والدعامات، وايضا التخصص الثاني وهو جراحه الاوعيه الدمويه والدعامات الخاصه بيها. جاري دراسه الان المستلزمات الطبيه اللي بيتم احتياجها، التكلفه المتوقع، ويتم تكويد تلك التخصصات او عمل اكواد لهم في المجال الطبي المتخصص عشان يصدر بيهم قرارات العلاج على نطاق الدوله، لان طبعا كل الخدمات المقدمه في تلك المبادره بالمجان. وان شاء الله تنتهي هذه الدراسه ويتم ادخال تلك التخصصين خلال شهر. ايضا المستشفيات اللي بتقوم اللي بيجرى فيها الجراحات الخاصه بقوائم الانتظار تم زياده عددها الى كانت 164 مستشفى، زادوا الى 250 مستشفى، سواء مستشفيات وزاره الصحه او الجامعات او القوات المسلحه او الشرطه. لانه خليني اوضح لحضرتك ان مبادره السيد رئيس القضاء على قوائم الانتظار الحقيقه مش مشتركه فيها وزاره الصحه فقط، لكن بتتكاتف فيها جهات معنيه كثيره في الدولة لضمان تحقيق هذا النجاح، وبتشرف عليها رأسا هيئة الرقابة الإدارية. ويمكن غرفة قائم الانتظار احنا من أنجح الغرف أو هي المثال اللي احنا بدأنا به، وحزنا نفس الحزو في مبادرة السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وإن شاء الله كل المبادرات اللي هيتم تطبيقها في الفترة القادمة هيكون لها غرفة مركزية بيتم متابعتها من خلالها. الحاجة الثانية اللي حابب اوضحها لحضرتك ان احنا في المرحلة الثانية من مبادرة السيد رئيس القضاء على قوائم الانتظار تم استحداث نظام تسجيل بيربط بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وبيوحد قواعد البيانات. يعني تم ربط القرار بشكل لحظي بحيث انه اول ما يصدر القرار تم ربطه مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، وده كمان مربوط بنظام المطالبات المالية مع الجهات اللي هتقدم أو اللي بتقدم الخدمة علشان أقدر أوفر الثلاث مراحل: الجهات، الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية. الثلاثة مربوطين بشكل موحد ومميكن، وبالتالي أنا أقدر أتابع تنفيذ أو توزيع الحالات في مواعيدها المقررة وإجراء الجراحات مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية الموجودة جميل جدا في الوزارة أو في المعهد القومي لتدريب الأطباء التابع للوزارة. جميل جدا، أرجو أنك أنت تتفضل بالبقاء معي يعني دقيقة واحدة دكتور خالد، لأنه أنا عايز أفكر الناس أنه يعني فعلا القيادة السياسية عندنا مهتمة جدا بملف الصحة، ولا تكاد تمر مناسبة بيتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا ويذكر القطاع الصحي ويذكر اهتمامه الخاص
بعلاج المواطنين لا سيما غير القادرين. نشوف جزء من كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم في هذا الموضوع. أنا بس بنتهز الفرصة دي وأقول لكم حاجة، اللي أنتم بتسمعوهم دول 9 من 12 ألف، وزي ما الدكتورة قالت كده، قالت إن ده يتكلف مليار جنيه. مليار جنيه يعني كل حالة من دي في المتوسط كده 100 ألف جنيه. القصة كلها اللي عندنا في بلادنا، هتلاقوني بلح كتير في الموضوع، الخدمة اللي ممكن تتقدم جوه مستشفيات وزارة الصحة أو داخل أي مستشفى تانية حتى لو كانت أحسن مستشفى خاصة في مصر. المهم مين يسدد التكلفة؟ مين يحط ال100 ألف جنيه دول؟ الفكرة مش إن الرئيس حل المسألة، إحنا بنحل المسألة بس بنوريكم إن حلها هو قدرات، هو إمكانيات. أنا لو تخيرني بين إن أنا آكل ولا أعالج دول، لا أعالج دول. لو تخيروني بإن أنا أخلي الأم والأب والجد واللي كان والطفلة حتى إنها تبقى سعداء وأسرهم مطمئنة، ده ولا ناكل؟ أنا عبد الفتاح بقول لا، دول واللي زيهم واللي زيهم. طبعا ده تأكيد جديد على اهتمام القيادة السياسية بمسألة علاج غير القادرين وعلاج المحتاجين، وزي ما قلت لحضراتكم انه الرئيس في كل مناسبة لابد انه يتطرق لمسألة القطاع الصحي وعلاج المواطنين. يمكن دكتور خالد وحضرتك بتقول انه تم إضافة تخصصين جديدين للمبادرة الرئاسية خلال شهر، التخصصين دول عفوا مرة تانية لو ممكن نعيدهم. التخصصين دول يا أستاذ عمرو اللي هم جراحة الأوعية الدموية، ده تخصص، والتخصص الآخر اللي هو الأساطر المخية والدعامات الخاصة بها إذا لازم الأمر. التخصصين دول زي ما ذكرت لحضرتك إيه اللي إحنا بنحتاجه علشان نطبقهم؟ بنحتاج مستلزمات طبية، بنحتاج تكلفة معينة، بنحتاج توفير أو تكويد هذين التخصصين في قرارات العلاج على نصفة الدولة عشان يبقى لهم كود، فيبقى لهم يعني ميزانية، فيطلع لهم قرار علاج على نصفة الدولة، لأنه المبادرة يعني بتكون كلها طبعا بالمجان زي ما ذكرت لحضرتك. لكن احنا عندنا الجراحات اللي تمت بالفعل اللي هم 88 ألف، يمكن في منهم أكثر من 9000 عملية قلب مفتوح، أكثر من 45 ألف قسطرة للقلب، ويمكن دول أكثر تخصصين الحقيقة فيهم يعني احتياج شديد جدا، وفيهم عمليات جراحية كتير بتجرى، وكان فيهم قوائم انتظار عالية الحمد لله تم القضاء عليها، وبنعمل الآن على منع تراكم قائم جديدة فيها. يعني عندنا يمكن أكثر من 17 ألف عملية رمض، عندنا حوالي 800 زراعة توقع، ودي كانت من الحاجات اللي كانت لفترة معينة كنا بنعاني من أزمة فيها لعدم توفر القواقع، والحمد لله نجحنا عن طريق هيئة التأمين الصحي إن احنا نوفر القواقع، والآن بتجرى عمليات زراعة القوقعة بشكل منتظم. عندنا يمكن أكثر من 114 زراعة عملية زراعة كبد، بالإضافة ليمكن أكثر من 100 حالة أو 110 حالة زراعة الكلى، ومستمرين في التطوير من منظومة القضاء على قوائم الانتظار أو منظومة منع تراكمات قوائم الانتظار، والمنظومة بشكل عام، وإضافة تخصصات أخرى. إن شاء الله كل فترة يتم إضافة هذه التخصصات. يمكن قبل ما أخلص بس لو حضرتك تتيح لي الفرصة، عايز أتكلم مع حضرتك على توجيه آخر من السيد الرئيس، وهو تكثيف إطلاق القوافل الصحية. والله كنت أسألك عنها دلوقتي. الحقيقة يعني ده توجيه شديد اللهجة، والآن بيتم العمل عليه ولدينا خطة فيه، وهو توجيه القوافل الطبية خاصة طبعا في جميع المحافظات، ولكن خاصة المحافظات الحدودية والأماكن والقرى، الأماكن النائية والقرى. طب أنتوا بتعلنوا عن القوافل قبل ما تروح للمناطق دي يا دكتور خالد؟ النهاردة طبعا بيبقى فيه فترة استباقية بنعلن فيها، يعني قبل الحدث ما يحدث بنعلن عن إطلاق الحدث، وبنحاول نعرف المواطنين الاماكن اللي فيها القوافل اماكن تفصيليه عشان يقدروا يتوجهوا ليها.
ده غير الدور الذي لا يمكن ان احنا نغفله وهو دور الرائدات الريفيات اللي بيقومنا بتوعيه المواطنين سواء السيدات او الرجال في المكان اللي هيكون فيه قافله وبيروحوا لهم الحياه لغايه البنازل وبيوعوهم بالتخصصات الطبيه اللي موجوده والخدمه اللي هتقدم في تلك القافله واهميتها بالنسبه لهم. احنا النهارده يمكن اطلقنا عدد من القوافل الطبيه في 15 محافظه بدات اليوم وتستمر ان شاء الله ل 20 فبراير. يمكن القوافل دي نشرنا في بيان رسمي اماكنها في القرى فين بالظبط بتكون فيها ايه القافله، بيكون فيها يعني مثلا عدد من الدكاتره، بيكون فيها ادويه، بيكون فيها ايه يا دكتور؟ بيكون فيها يمكن يعني خليني اقول لحضرتك كل التخصصات تقريبا، النساء والولاده، البطنه، الاطفال، الانف والاذن، العظام، الجراحه بيكون لها سياره منفصله، الرمض، الاسنان، بيكون فيها خدمات تنظيم الاسره، الاشعه، بعض الاشعات والتحاليل الطبيه، وبيكون فيها موظف من العلاج على نفقه الدوله علشان يتم استصدار القرارات والمواطن موجود، وموظف من التامين الصحي، واي حاله بتحتاج لتدخل او حاجه في المستشفى بيتم تحويل الحاله فورا للمستشفيات الوزاره لاجراء اللازم معها، وده كله طبعا بخلاف الصيدليه اللي موجوده في كل القافله اللي فيها الادويه وكلها بالمجان. احنا مستمرين، لدينا خطه بدات في 1 يناير وتستمر ان شاء الله لمده 6 أشهر لشهر 6 القادم للقوافل في كل محافظات الجمهوريه خاصه المحافظات الحدوديه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان.